في إحدى غرف جمعية بسمة الخيرية تقضي الطفلة بسمة وقتاً يجمع بين اللعب والتعليم، حيث تتلقى تدريبات خاصة على النطق بعد إجرائها عملية لتصحيح الشفة المشقوقة، وهي عيب خلقي يظهر عند الولادة وينتج عنه تشوهات في الفم والشفاه. عائلة بسمة وجدت بجمعية بسمة حلاً لمشكلة طفلتها، حيث بدأت مراجعاتها في الجمعية من عمر 10 أيام، وتم عرضها على أطباء متخصصين يعملون في جمعية بسمة المختصة بعلاج التشوهات الخلقية لدعم الأسر الفقيرة وتعميم الرعاية الصحية. كل ما كانش جمعية بسمة تكون الحياة شوية صعيبة، يعني الحمد لله، يعني حتى أي حاجة تديرها فابور تديرها بالمجان، يعني باش غدير عملية، يعني كاين الإنسان الله يحسن، يعني ما استطعتش أنا باش غنمشي ندير لبنتي عملية، وغادي نمشي يعني العملية ديال التجميل ولا العملية ديال الشنافة ولا قناع، سولت يعني كل شيء يعني بزاف غالية بزاف، والحمد لله يعني جمعية بسمة الحمد لله نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. جمعية بسمة التي تعمل منذ سنوات في علاج تشوهات الأطفال تقدم العلاجات بالمجان من خلال مجموعة من الأطباء المتخصصين وخبراء الطب النفسي وأخصائيي تقويم النطق، وتعمل على تجميعهم في مكان واحد لتسهيل العلاج على الأسر. اللي خدينا الحالة ديال التشوهات الخلقية شنو المشكل؟ خصو يشوفوا طبيب الأطفال، خصو يشوفوا طبيب الأنف والحلق والحنجرة، خصو يشوفوا طبيب الجرحى الإصلاحية، طبيب الأسنان، خصو يشوفوا الطبيب النفساني، خصو يشوفوا طبيب الترويض، بزاف ديال الفاعلين في هذا الميدان خصهم يتكلفوا بهذا المريض هذا. وبالنسبه للمريض المغربي المشكل ديالو هو كيفاش غادي يتحرك من اخصائي لاخصائي بكل فقليله وبلا ما يعني يتنقل من مدينه لمدينه. عمليه بسمه الحاجه الايجابيه اللي فيها هو هذا الشيء هذا كله، يعني كل الاختصاصات في مكان واحد كتسهل على المريض التكفل بهذا النوع ديال التخصصات، وهذا الشيء في العالم كامل كيكون باش يسهلوا على المرضى العلاج. وبعد رحلة طبية وجراحية مطولة وصلت الطفلة بسمة إلى جلسات تقويم وتصحيح النطق بمساعدة خبراء في هذا المجال. من وليدات كيفتحوا ان شاء الله من مورا العمليه شنو كيكون المتابعه ما بين الاطباء، من بعد الاطباء هو اللي كيقول بلي راه واش خاص الوليد خاصو النطق ولا لا. بعض الوليدات كيخاصهم النطق، علاش؟ كيكونوا ملي كيكونوا فاتحين على قبال لها كيخاص الوليد يروج ويدي هدوي في واحد الحروف اللي ما كيقدرش ينطقهم. دونك كنجيو حنا كنعلمو كيفاش غادي يحط لسانو في لي بوزيشن اللي خاصو، وكنحاول نوريه باللي كاينين طرق اسهل كو حتى حاجه ما صعيبه، وكنوريه باللي راه الى لقيتي شي صعوبات راه ما كاين مشكل، كنحاول ان ندفعوا لقدام. قصص مختلفة وزيارات متعددة تستقبلها جمعية بسمة في المغرب، أملا منها في تقديم يد العون للأطفال الذين يعانون من تشوه خلقي والتخفيف من الأعباء التي تواجهها أسرهم.